انطلقت التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن وتجويده 24 في المسجد الكبير تحت شعار اطمئن. تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أقام الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه في الأمانة العامة للأوقاف مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن وتجويده بمشاركة المتسابقين المؤهلين للتصفيات النهائية ممن يتنافسون في حفظ كتاب الله بالمسابقة العامة ومسابقة النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومسابقة المجد ونزلاء دور الرعاية، ويبلغ عدد المشاركين لهذا العام 1939 مشاركا ومشاركة. للسنة 24 على التوالي نجتمع في هذه السنة مع هذه الوجوه الطاهرة في هذا المكان المبارك على كتاب الله عز وجل في حفل افتتاح التصفيات النهائية بين كوكبة جديدة من حفظة كتاب الله. أبناؤنا وبناتنا السفرة الكرام البررة سائلين الله تعالى أن يتقبل منهم ويجزيهم به خيرا كثيرا. وكم نحن بحاجة إلى القرآن نتلوه ونتدبره ونحيا به ونتعامل معه ونتحرك ونصلح أنفسنا ومجتمعاتنا على هديه ونقيم مناهج حياتنا على أسسه ومبادئه وتوجيهاته. أيها الحضور الكرام، لقد حملت مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده 24 لهذا العام شعاراً جديداً كما اعتدنا في كل عام، وهو الاطمئن الذي استوحته الأمانة العامة للأوقاف في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والعالم جراء جائحة كورونا. وأخذنا بعض المشاركين بالمسابقة من فئة النش وعن مدى استعدادهم ومن قام بمساعدتهم بحفظ القرآن. راشد يوسف. راشد اليوم مشارك بأي فئة؟ صغار السن؟ إي صغار السن. زين، شنو اللي راح تشارك بأي جزء؟ جزء عمة. جزء عمة. تقدر تسمعنا من الآية؟ أي آية؟ إيه؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زين، منو اللي ساعدك انك تحفظ اليوم جزء؟ امي وابوي الله يحفظهم ان شاء الله. ايش اللي راح توعد مثلا امك وابوك ان شاء الله اذا فزت؟ اذا فزت بالجائزه راح اشتري لهم هديه. صغار السن. ايه زين، شنو حافظ اي جزء؟ جزء عمه. جزء عمه، منو ساعدك بالحفظ؟ امي وابوي. سوف تتم العناية بالطلاب المتميزين والمبدعين في فئتهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات العالمية وخدمة القرآن وتمثيل الكويت في المحافل الدولية. المسابقات القرآنية تسهم في إعداد جيل صالح مسلم متخلق بأخلاق القرآن متزود بآدابه مهتد بهديه، وهذا أقوى عدة للمسلمين في مواجهة تحديات اليوم والمستقبل. فهد الزايد لقناة ATV العدالة.